السياسة ماشي مشكل. على حسب السؤال ديالك. على حسب السؤال. عندي فيه منع بيرانتي ما عاديش نقولك أمر. أدخل خفايد النظام الجزائري مقروس من المغرب ما بغيش يحشم. آه وي. اش تقول لعبد المجيد تبون والعسكر ديال الجزائر؟ لأن كنقول أن هادوك إشكالية ديالهم والكبيرة الكبيرة. هادوك وقع لهم واحد المثل المغربي كنقولو حنا ناسي دارو مقابل جارو. ناس يدارو يصيبوا البيت الجزائري ويصيبوا مقابلين احنا الحمد لله غادي في خطوط ثابته. المغرب فات الجزائر بواحد السنين ما نعاودش لك. وبالطبع دي فضل جلاله الملك محمد السادس نصر الله من الفتره اللي جا فيها سيدنا البلاد تصيبات. نكونوا واضحين، انا مشيت للجزائر. مشيت انا باش نكون على بينه من امري. مشيت مع فريق الرجاء معروف كرة. انا كانت انا عندي واحد رؤيه اخرى على الجزائر. الساعه ملي مشيت انا لقيت الجزائر في هذيك الوقيته رباقه هي المغرب ديال 1960 ورب الكعبه اللي طلعونا في كيران. عطيتو كيران اللي كذا عطيتو الموتور اللي حدا الشيفور كنت تراكب وكيقول لك دير بروميان لا راه ماشي غتقلبنا بقى باقي ورب الكعبه اللي كاع واحد مسندق الكبرك حداه باقي. المغرب والله تفاته المغرب به. لان هذه هي المشكله اللي خالقه النظام الجزائري خالقه له مشكله. انا بغيت من بدون لغه خشب رساله بصوتك وصورتك للرئيس الجزائري والنظام ديالو والعسكر اللي معاه. قول لهم دوي معاهم السفاري. انا ندوي مع تبون وندوي مع لي جينير نقول لهم دوا في بلادكم قادوا بلادكم لان هذاك الشعب الشقيق هو راه في امس الحاجه. لان شنو الاشكاليه ديالو المرجعيه ديالو الرؤيه ديال حقنا كيشوف المغرب كيشوف المغرب فين وصل. وهما خاصهم يديروا واحد الخطا على الجاره اللي هي المغرب خاصهم يخلقوا لنا احنا فتنه شي جوج بقى لينا ولكن الحمد لله. راك شتيتها في القرقارات هاك شتي تبارك الله احنا القوات المسلحه الملكيه دارت عفوتينغ راه الصنادل اللي تشارو القرايعه جري 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 راه دير عفوتينغ جري راه انا بغينا نوضو ما خرجوا لا سلاح لا والو تشوال والله عفوتينغ والله الا ديونا العسكر ديالنا كيتريني خوف السياسه الجزائر رجعتي تاني جيتي بخوف غنمشي لبلاصه اخرى بعيده. المغرب قرر انه يستلف العلاقات ديالو مع اسرائيل. ممكن شي نهار نشوفوك في تل ابيب كتقول السرورات على ميلود. انت اش درتي ليا؟ اولا امر ثانيا اذكر ربك خذ عرفتي في خطره وغرا ما جات اسمح لينا الله الا سمحنا عاد باش ترجع بعدك انا نقدر نقول لك وصريح العبارات من القلب ومن المحبه ديال الله ولهاد البلاد السعيده اي خطوه خطاها سيدنا احنا معاه صريح. انا كفنان الى مثلا نادت عليا انني نمشي انا مع سيدنا صافي. لان العلاقات هذا لان السياسه ديالنا الخارجيه ناجحه بواحد الشكل كبير ناجحه بصراحه. وهذه اللي خلات اعداء ديال هاد البلاد انهم يكثروا لان احنا مشينا في واحد المسار مزيان استاذ. واخا سيدي أدخلك فايد. كاين واحد الظاهرة رجعت في اليوتيوب ديال المغرب سميتها روتيني اليومي كتفرج فيها؟ حيت بحكم انا فنان كنزاول شو كنشوف خصني نشوف بصراحة طلع مي راه هذه هي الإشكالية اللي تخلقت اللي خلات لنا الرؤية الفنية التلفازية الفيسبوكية اليوتيوبية تميع هذاك الشيء. نصايب شنو رأي اش تقول في هذاك الشيء؟ تقول هذاك عمل فني شنو في ديميساج شنو في والو.